أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف أنه تم تجهيز أول مدرسة تمريض للبنين بالمحافظة، وذلك على أعلى مستوى للدراسة. وأضافت مديرية الصحة بالمحافظة أن مدة الدراسة بالمدرسة تبلغ 5 سنوات، ويحصل الطالب بعد التخرج على شهادة فني تمريض. أول مدرسة تمريض للبنين بمحافظة بني سويف مدرسة تم تجهيزها على أعلى مستوى للدراسة من حيث قاعات التدريس والعملية والمكتبات. بنتكلم في 8 مدارس داخل محافظة بني سويف، 7 مدارس فتيات ومدرسة صبيان، بعدد طلبة إجمالي 800 طالب وطالبة داخل 8 مدارس. يتم اختيار الطلبة طبقا للتنسيق والاختبارات الذهنية والمقابلات الشخصية وكشف الهيئة. بنتكلم في أعداد طلبة سيتم تخريجها بإذن الله على مستوى عالي من الكفاءة والمهنية والاحترافية لخدمة أهالينا في بني سويف. تجهيزات شاملة داخل المدرسة لإعداد كوادر تمريضية مميزة، وتبلغ مدة الدراسة داخل المدرسة 5 سنوات تحت إشراف مديرية الصحة بالمحافظة، حيث يحصل الطالب بعد التخرج على شهادة فني تمريض. طبعا احنا عارفين مشكله الكورونا وان التدريب للطلبه للكورونا حفاظا على سلامتهم بيبقى صعب شويه. بدانا نجهز السيميوليتور عشان يشتغلوا في المدارس كانهم في المستشفى بالظبط. طبعا برضو بنعمل دلوقتي قاعه تدريب ومحاكاه على مستوى المحافظه، هتخدم محافظه بني سويف والمحافظات المجاوره. تمام، احنا بنعمل بشكل قوي جدا على الطالب، احنا عايزين نطلع قطاع صحي سليم، واحنا عارفين ان البدايه من عندنا، فبنعمل نشتغل على الطالب سواء ان احنا من عمليا وفنيا. لما دخلت تمريض عرفت اهميه اكتر التمريض بعد جائحه كورونا واللي حصل، ان الخدمات الطبيه كان لها دور كبير جدا في المستشفيات الحكوميه والخاصه، زي ان الجيش بالظبط اللي بيحارب كانوا بيحاربوا برضه في المستشفى الحكوميه والخاصه، وكان لهم اهميه كبيره، والدوله قدرت التمريض جدا، وشفت كله ده على اي خدمات الطبيه جدا قدرت التمريض في كل مجهوداته. مدرسه نوعيه للتمريض في بني سويف للبنين تاتي الى جانب مدارس اخرى للفتيات، جميعها تمثل رافدا لتخريج أشخاص مدربين للعمل في القطاع الطبي.